عارم الراقصة المعتزلة ولا الراقصة التايبة؟ 10 سنين تقريبا من اللي بعد عارم قلنا. إيه لا مش 10 سنين، يعني تقريبا في شهر 3 2013، 2013، 8 سنين تقريبا، أكثر ثمانية شوي سنين تقريبا، داخلين ثمانية في سنين التسعة يعني سنين خذا مني القرار، سنين طويلة حقيقة يعني، ما الحمد لله تداركنا الأمر. به. تو نرجعوا كيف تداركنا الأمر. من سوريا هربت جيت لتونس، قعدت مدة في تونس شوية مش مدة، شوي. يعني جيت في أواخر 96 تقريبا في حفلة مايكل جاكسون، وشهر 3 يعني 97 أنا اتكلت على الله، لمصر، يعني تقريبا قعدت 9 شهور هكاك. كيفاش خرجت لمصر؟ علاش خرجت بلوتو لمصر؟ تليفون زاد جاك؟ لا ما هو أنا قلت لك يعني هو قدري ولا ذبذباتي قوية ياسر تجذب الناس هذوما، يعني كي رجعت لتونس قعدت في نفس السيركوي هو نفسه، فكنت سبب يعني أصبحت سبب في خصام بين شخصين ولا 3 أشخاص، ولا أنا ويني، تعاركوا عليك. أنا وين يلزمني نصف مع هذا ولا مع هذا ولا مع هذا، طيب ما هما الكلهم ما نجمش نصف حتى مع حد ضد الآخر. تعاركوا عليك. اي مرأة يعني مزيانة، شوف هو قبل اسم. ما يبداوا العركة معناه الحوالي الآخرين قالوا لي طيري باش تشوف العركة، جاك تليفون يعني لا لا هساتك. يعني احبابي المقربين، هاي المقربين من السيركو هذيك قالوا لي فوالا يعني تيري قبل ما تبدا العركه، فقبل ما تبدا العركه يلزمني نهار نهارين يعني، خاطر يلا خذ قرار توا، يا اليوم يا تمشي يا غادي يا تمشي غادي، ومفرقش روحي انا يا غادي يا غادي. يعني يا تمشي غادي تمشي في نفس الوقت، شوف بالدقيقه تفوتي ثانيه عرفتك راك مشيتي للاخر، وهما الزوز يعني يعني انت عندك سكين وانا عندي سكين، فما ما نجمش ما يعني تنجمش، بالاحسن الاختيار خلاص صعيب. انا يعني ها وبينك وبين طيارة ربي. لمصر. طياره جات بالصدفه ايضا، جات كانت حفله كبيره ياسر وجات فيها فنانين مصر الكبار كما يوسف شعبان وقتها، وكانت فما مطربه زاده معروفه نسيتها اللي تغني يا ادم، وكانت فنانين تونس الكل، وقتها ما زالت النوبه سخونه في الشعب التونسي، كان سمير العقربي والجزيري ومجموعه ثله كبيره جدا من الفنانين، وكانت فيهم شخصيات معروفه وغير معروفه. مشيت لمصر وبديت تخدم في مصر. هي فجأة هزوني لمصر، ايه دخلت السلام عليكم، هزوني أيضا مشيوا وسهروا بيا ليلة، وثاني نهار أنا لقيت روحي حاطيني بوستير في أكبر فندق في كي اسكندرية، أصبحت ستار. وبديت عارم ستار في مصر. يعني أساسا ستار خارجة من هون، فقعدت ستار في اسكندرية تقريبا عامين ونص، يعني كانوا القاهري ونمشي للقاهرة نعمل أفراح ونجي لأنه كل الفنانين نعرفهم، قعدات الفنانين سهراتهم، أصبحت بين الإسكندرية والقاهرة، لكن الإقامة في إسكندرية 2 ونص. في الأثناء عارم تحفظ القرآن؟ لا أنا وقتها ما زلت ما نحفظش القرآن، خاطر حفظ القرآن هو عنده حدث تكرر معي تقريب مرتين في اللي هو حياتي، الحدث؟ يعني حدث كان مرة في 89 في ذاك المكان في سوسة، ورقدت وقمت بكري مثلا قبل 5 بتاع العشية، خاطر رقدت 5 بتاع بكري الصباح، بكري قمت. فطار علي نوم تقريبا مع الساعة 1 يعني، ما دي ساعة لا ما دي بكري ساعة عاد. ونص، وشو فقعدت الصباح؟ نقلب في الفضائيات، نقلب شادي الكوماند نقلب في الفضائيات، لقيت المصرية الفضائية المصرية وشفت تصويرة شيخ يقرأ في آية، لدرجة أنه هو قعد ساعة غير ربع هو يفسر فيها ويعود فيها، حفظت الآية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فأخذني ذاك الشيخ ضعت معاه لدرجة أنه اتسكرت التلفزة فاتت ما شفتش شكون اللي كان يقول، يعني أنا ما عرفت شكون الشيخ، ما عندك عرفتش الصورة شكون لسه الشيخ، مش كونه ما تعرفش. فسألت شوية مشكون شكون حتى حد ما ما جاوبني عرفش. وخلاص ونسيت، تعديت. لكن ذاك الحدث تنجم تقول خزينة في الباطن، ذاك الصوت فما حاجة تلك مستك وقعدت المعلومة، لداخل. تلك ايه المعلومة البينة الحقيقة. شو معناها؟ و99 وأنا أيضا في الإسكندرية ايه قمت بكري كالعادة في نهار الجمعة مثل ذاك اليوم، مهم. نحل في الفضائية نلقى ذاك الشيخ
بذاته بنفس الحرف اللي ابتدى به قبل 10 سنين، شاهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية. نفس الآية، نفس الآية، نفس البداية، نفس التوقيت لما أنا فتحت هو قال شاهد الله، ما قبله أنا ما حضرتوش. حسيتها كأني الحدث الثاني رسالة كأني. فكملت معاه، هو كمل وأنا هزيت تليفون كلمت مدير الأوتيل قلت له فما شيخ توا كاين لهنا خاطر ما كتبوش اسمه في. قال لي متولي شعراوي. فحسيت فما حاجه زلزلتني من داخلي، فما زلزله. قلت له فما فيديوهات، ما كانش فما فيسبوك وانترنت وغيره. ففي ظرف ساعتين تقريبا جاتني فيديوهات متولي شعراوي الكل، وجاني الفيديو وابتديت الحكايه.